السلام عليكم. انكشفت لعبة أغسطس وحيلة صالح الأخيرة الذي أوهم أنصاره فيها أن طريقه مختلف عن طريق ميليشيا الحوثي. حصحص الحق في صنعاء إذن، وبات الذي حاول التمثيل من جديد باسم الجمهورية تابعاً ذليلاً للميليشيا، يقول إنه سيرفض الجبهة تحت قيادة من أسماهم بأنصار الله. وقف صالح أمام إعلامي حزبه بلا ربطة عنق وبلا ربطة رفض لممارسات ميليشيا الحوثي بحق حزبه التي أفصح عنها في لحظة نشوة جماهيرية كان يتم التحضير لها أواخر أغسطس. اختفت مفردات كثيرة من بينها الملازم والميليشيا، وظهرت كما لو أنها هفوة تفوه بها الرجل الذي قال لشعبه يوما ما اشربوا من ماء البحر. خطاب صالح أمام ميليشيا الحوثي ظهر بلا مخالب، وبات الزعيم الذي قال عن نفسه إنه يرقص فوق رؤوس الثعابين مترنحا كما لو أنه الحمل الذي يدعي الوداعة، محملا على الفيسبوك سبب خلافاته مع الحوثيين. أمنت المبادرة الخليجية لصالح خروجا مشرفا فرفضها، وفتحت ثورة فبراير نافذة للمؤتمر ليكون حزبا له دور في المستقبل، فحوله صالح إلى حزب تابع ورهينة للميليشيا، واكتفى بحملة أنا نازل بينما الإمامة تطلع من جديد على كتف صالح. مشاهدينا الكرام، المساء اليمني يستعرض حالة مجرم الكرامة الذي ترنح تحت قبضة الميليشيا والتي جلبها إلى صنعاء وتحالف معها. أناقشها اليوم مع ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث نبيل البكيري، وسينضم آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك والمشاهدين الكرام. أهلا بك. بداية دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود لبداية النقاش. لا توجد أي أزمة. صالح بين خطابين ومرحلتين، هكذا تبدو الصورة بالنسبة لمن أطلق على نفسه الزعيم وبات يلوح بأيد مرتعشة ويقف خلف الشاشة كتابع ذليل لميليشيا الحوثي. تلك الأيادي ذاتها التي بطشت بكل معارض وأسست لموجة انتهاكات واسعة من الإخفاء إلى الاغتيالات السياسية إلى الإبعاد السياسي والاجتماعي للمناهضين لمسلك الحكم الفردي العائلي. خلاف في عقول أولئك المفزبكين. مفردات صالح التي اعتاد من خلالها السخرية والتقليل من الشعب الرافض لحكمه توارت حينما كان يظهر متشنجا يردد عبارته المشهورة: ستكون الحرب من نافذة إلى نافذة، لتقتصر حربه مع الميليشيا بعد ذلك لتكون من شاشة إلى شاشة. أحييكم تحية الثورة والجمهورية، تحية الحرية والديمقراطية. سنضرب بيد من حديد، هكذا كان يقول، واليد من حديد التي وجهها إلى صدور الشباب في ثورة 11 فبراير السلمية تحولت ليد من قش، يد مرتعشة تسعى لترقيع ما يسميه بالصف الوطني، وهو الذي مزق الكيان اليمني في 17 يوليو وحتى 7 أيلول الأسود. أين ذهبت مدفعية صالح التي وجهها من جبل نقم إلى الحصبة؟ وإن القناصات السوداء والخشبية التي صنعت لمكافحة الإرهاب ووجهها يوما إلى صدور شباب عزل في جمعة الكرامة. السلاح والمدرعات التي داهم بها أحياء تعز ليلة حريق ساحة الحرية والخطط الأمنية التي لا علاقة لها بأمن الدولة والمجتمع أصبحت في طي نسيان تيس الضباط. هذه الشرعية، أي شرعية الله؟ النعامة التي ترنحت أمام شاصات وعربة الديناميت القادمة من صعدة تدفع الآن ثمن خيانة الجمهورية في صنعاء التي أصبحت مخنوقة بلافتات الولاية وفرع الولي الفقيه في اليمن. صالح المعرقل للمرحلة الانتقالية والعملية السياسية بموجب القرارات الدولية ظهر كداعم للانقلاب، والانقلاب يتحدث عن رفض الجبهات تحت قيادة الميليشيا التي اقتاتت أسلحة آلاف الجنود والضباط في حروب صعدة التي قال إنها خلافات إدارية. ومواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية. اللافت في يوميات طرفي الانقلاب أن صالح خضع لخطابات عبد الملك الحوثي وسليل سلالته محمد علي الحوثي وانقلب على الإجماع الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي. إذن أستاذ نبيل، صالح بين خطابين ومرحلتين أيضا، كيف يمكن قراءة خطابات المخلوع خاصة النارية منها والتي وجهت أيضا يوما ما ضد سلمية الثورة؟ وأيضا لاحظنا كيف كان خطابه قبل احتفاء المؤتمر بعيده والاستكانة الأخيرة أيضا في لقائه الأخير. لا شك أن المقابلة الأخيرة تبدي ملامح
ما وصل إليه حال صالح باختصار، وهي عبارة عن تكريس مزيد من الولاء والطاعة لميليشيا الحوثي ولشخص عبد الملك الحوثي تحديدا، لأنه أدرك صالح أنه خطاب 70 لم يكن مطمئنا أكثر لميليشيات الحوثي ولجماعة الحوثي، وكان الرد مباشرا بحادثة ما سمى بقولة المصباحي، وبالتالي كان يعني حتى أنه المقابلة الأخيرة أتت مسجلة وممنتجة بشكل يعني لم تكن مقابلة مباشرة، وإنما تم تسجيلها قبل أكثر من 4 أو 5 أيام ومنتجت بطريقة معينة، وتم مكيجة هذه المقابلة كما مكيجة يوما ما صالح. هذا إمعانا في مزيد من التنازل، وإمعانا في تطمين جماعة الحوثي أنه صالح لم يعد في وارد المواجهة معهم ولا في وارد الصدام معهم، لأنهم الخطاب الإعلامي لجماعة الحوثي ولنشطاء الحوثي في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة كان خطابا حادا ومرتفع السقف وخطابا ناريا يعني، وبالتالي مخافة صالح أن يتطور هذا الخطاب إلى مزيد من المواجهة، وأيضا حتى التسريبات الإخبارية التي سربت من بعض مراسلي وكالة الأنباء والتي احتفت بها بعض وسائل الإعلام العربية الغبية في الحديث عن اعتقال صالح ومحاكمته والذهاب به إلى صعدة، كل هذا أسهم في الحرب النفسية التي تلقاها صالح خلال هذه المرحلة، مما دفع به لإجراء هذه المقابلة التي كانت إذانا بإزدال الستار على مرحلة صالح بدرجة كبيرة، أو المرحلة السابقة يعني كانت عبارة عن إعلان نهاية هذه المرحلة من خلال هذه المقابلة التي قدمت قرابين الطاعة والولاء لمسمى الولاية أو الإمامة الحوثية التي عادت اليوم على دبابة برأيك أستاذ نبيل، يعني من الذي سرب مثل هذه التسريبات التي تحدثت عنها بعض وسائل الإعلام، وما الغرض منها في هذا التوقيت؟ لا شك أنه في اشتغال معين من قبل بعض وسائل الإعلام، من قبل أيضا بعض مراسل وكالة الأنباء الذين يشتغلون في إطار حسابات معينة مع جماعة الحوثي أو ما أشبه ذلك، أو حتى مع بعض أطراف التحالف العربي، فسربت مثل هذه الأخبار. وهي طبعا في طبيعة الحال صالح خروجه الأخير أو هذه المقابلة الأخيرة هي كانت تأكيد على فعلا على وجود نية للاعتقال، وبالتالي كي يقطع مراحل هذه أو هذه الإجراءات سرع إلى إجراء هذه المقابلة وقدم ذلك الخطاب يعني المستسلم المستكين الممعن في تقديم التوسلات والتنازلات. نعم، هل يمكن قراءة هذه الاستكانة أستاذ نبيل يعني أصبح خالي الوفاض تماما صالح؟ يعني نحن نعلم أنه المجرم الذي وجه المدفعية إلى نقوم كما تحدث التقرير من نقوم إلى الحصبة، المجرم الذي أباد الثوار السلميين في جمعة الكرامة وأحرقهم في ساحة تعز، الآن يعني هذه الخوف والاستكانة وكأنه يعني نعامة إن صح للتشبيه يعني أمام عربة الديناميت القادمة من صعدة. أنا باعتقادي تقدير الموقف هو يلزم أولا أن نقف عند نقطة جوهرية في مركزية الصراع في اليمن، وهذه النقطة تمثل بفجر 21 سبتمبر 2014. هذه نقطة جوهرية ومركزية في مسار عملية الصراع في اليمن، تحول الجميع فيها شاء من شاء وأبى من أبى، أو حتى من الذي كان يتوهم أنه سيلعب على هذه النقطة وسيحول أو سيستخدم هذه الميليشيات لصالحه، فاصطدم بعد ذلك بحقيقة الوضع. يعني كان يعني خروج 24 أغسطس الماضي كان عبارة عن إثبات فعلا أنه لا زال قادر على إدارة هذا المشهد الفوضوي وهذه الميليشيات، لكن من خلال اللغة التصعيدية ومن خلال أيضا أداء جماعة الحوثي ومن خلال منع المهرجان الذي لم يتم لولا وساطة حزب الله وحسن نصر الله، ما كان اللي يتم هذا المؤتمر، مما أثبت أو أتى بنتائج عكسية لما كان متوقع من هذا المهرجان، أنه سيثبت صالح من خلال هذه الشعبية التي خرجت، وهي شعبية كبيرة للأسف خرجت ليس حبا في صالح وإنما رفضا لجماعة الحوثي، وبالتالي خرجت هذه الشعبية تبحث عن مخرج لما وصل إليه الحال من أزمة خانقة في كل المستويات وانهيار منظومة الدولة ومؤسساتها، وبالتالي خرج الناس على أساس أنه سيكون هناك إجراءات ما، سيكون هناك نوع من المواجهة لقمع الميليشيات والاختطافها لسعادة الدولة أو السلطة الإسمية، سلطة الأمر الواقع الإسمية المختطفة من قبل الميليشيات، لكن للأسف يعني الإجراءات التي حصلت بعد ذلك ومحاولة اغتيال نجل صالح وأحد أقرب المقربين إليه
خالد الرضي. كل هذه نتائج كانت صادمة لعلي عبد الله صالح، وأكدت له ما لا يدع مجال للشك أنه لم يعد سوى أسير لدى جماعة الحوثي أو تحت رهن الإقامة الجبرية إن صح التعبير في مثل هذه المرحلة. وبالتالي تأكيدا على ذلك أنه التحشيدات التي حصلت في صنعاء، الاستعدادات التي حصلت، تطويق منطقة سنحان، تطويق بعض المناطق الاستراتيجية المهمة كسكنات صالح وأسرته وعائلته، كل هذه الإجراءات التي قامت بها ميليشيات الحوثي أكدت لصالح أنه لم يعد بيده المزيد ليناور، وخاصة حينما تكون تلك المناورة عسكرية، بمعنى آخر أنه ممكن يناور سياسيا ليمد فترة أطول من البقاء، لكن في الأخير لديه قناعة الآن ربما ترسخت لديه ولدى الكثير من المشاهدين أنه أصبح كرت من الكروت التي تستخدم في هذه المعركة، وأنه أصبح مضطر أن يظل يخضع لجماعة الحوثي حتى أمدا بعيد، إما أن يحدث تطور ما لافت في المشهد السياسي اليمني أو أن يستمر في أداء البيعة والولاية لجماعة الحوثي. نعم، إذن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية من الرياض. مساء الخير أستاذ راجح. مساء النور، أهلا بك معنا. وبداية أشرت في تصريحات لك إلى مواقع إعلامية بأن الحكومة على تواصل مع شخصيات وطنية في حزب المؤتمر أو مؤتمر صالح، ما طبيعة ذلك التواصل؟ مساء الخير، تحية لكم ولجمهور قناة بلقيس. بالتأكيد التواصل يعني مستمر مع قيادات كبيرة، سواء يعني من المتواجدين داخل صنعاء أو المتواجدين في بعض العواصم العربية، مع هذه القيادات التي يعني لعبت دور وطني كبير خلال المرحلة القادمة. وبالتأكيد كان لكثير من هذه القيادات موقف مغاير للموقف صالح، والذي دفع باتجاه التحالف مع ميليشيات الحوثي. هذه القيادات كانت لها رؤية أنه نحن حزب سياسي يعني نمتهن العمل السياسي، وهذه ميليشيات لا علاقة لها بالسياسة، ميليشيات إرهابية تحمل السلاح، لا تعترف بالحياة السياسية ولا تمارس الحياة السياسية، كل ما تمتلكه هو السلاح الذي ترهب به يعني خصومها السياسي. هذا الموقف كان لكثير من القيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، طبعا كثير منها أعلن تأييدها للشرعية في وقت مبكر، وجزم منها آثر والبقاء جوار صالح للنصح وتقديم النصح، والبعض الآخر يعني تمكن من الخروج من اليمن إلى كثير من العواصم العربية. التواصل مستمر مع هذه القيادات، وهناك تواصل على مستوى كبير، وهناك تنسيق في كثير من المواقف. نعم، هل نفهم أن الشرعية تسعى إلى تجنيب ما تبقى من المؤتمر من الانزلاق تحت قبضة الميليشيا التي ربما يعني ذهبت بفعل انتقام صالح؟ نحن حريصين على كل القوى السياسية الوطنية الحية وعلى كل أبناء اليمن. في الأخير نحن ننظر لأبناء اليمن من منظور واحد، أنه في الأخير الدم الذي يراق هو دم يمني. وصالح بتحالفه مع الحوثيين للأسف الشديد أنه هي رغبة انتقام، والمنتقم لا يراعي يعني حتى مصالح المقربين منه أو حياة المقربين منه. المنتقم ليس له إلا رغبة واحدة، هو أن ينتقم. وصالح استطاع بتحالفه مع الحوثيين أن ينتقم من كل اليمن. هذه هي الآن نتيجة 3 سنوات من هذا التحالف الشرير مع ميليشيات الحوثي. نحن نرى ماذا حل باليمن. هناك دمار عام حل باليمن، لم يتبقى شيء في اليمن، لا يوجد شيء. يعني دمروا كل شيء الحوثيين في تحالفهم تحت غطاء التحالف مع صالح، لم يبقى شيء، لم يبقى أمامهم إلا صالح الذي لا يتحرك في صنعاء. الآن هو الهدف الأخير لهم للقضاء عليه. هذه ميليشيات يعني لا تستطيع إلا أن تدمر كل ما تجده أمامها، دمرت كل شيء في اليمن، لم يبقى أمامها إلا صالح. الآن هي تتجه نحو صالح لتدمير يعني هذا الحليف الذي وفر لها غطاء يعني كامل طيلة 3 سنوات لتحركها لتدمير اليمن. نعم، إذن كمتابع أستاذ راجح، ما الذي لاحظته من خلال خطاب صالح وتصريح المباشر أنه يعني سيعمل تحت قيادة الحوثيين؟ يعني صالح بالأمس غير صالح في 22 أغسطس، الخطاب الشهير الذي
يعني صعد فيه وهاجم ما سماها بالميليشيات وهاجم ما سماها ملازم. صالح بالأمس يرد على صالح نفسه، يعني صالح أمس بدأ متناقض في أضعف حالاته. صالح أمس من خلال مقابلته أو حواره بالأمس أكد للعالم أنه أو أكد لليمنيين وكثير من اليمنيين الذين يعني راهنوا أنه ممكن صالح أن يقوم بشيء أو يقوم بتحرك تجاه الحوثيين، أكد لهم جميعا أنه أقصى ما يمكن أن يقوم به هو خطابه الشهير في يوم تقريبا 22 أغسطس قبل مهرجان 70 في الذكرى 35 لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام. نعم. يعني صالح قال للإقليم وقال لليمنيين وقال للعالم هذا أقصى ما يمكن نقدمه أنه أن أهاجمهم في تلك الكلمات، لا تراهنوا علي أن أقدم الكثير. واضح أن الحوثي يعني أدرك أهمية صنعاء ولذلك يعني حشد كثير أو غالبية مقاتليه إلى صنعاء وسحبهم كثير وسحب الكثير من مقاتليه من الجبهات. يشعر أن معركته الأخيرة ستكون في صنعاء، سواء معركته مع حليفه علي عبد الله صالح أو مع الشرعية ومع التحالف. لذلك واضح أنه رتب أموره جيدا في صنعاء وصالح أدرك ذلك، لذلك تراجع كثيرا في خطابه الأمس وبدأ يعني وبدأ أمس يناقض نفسه وينفي التهم الذي أول المعلومات التي أطلقها في خطابه السابق بالأمس. يعني هاجمهم حتى يعني من باب الطرافة، إنه يعني النصيحة صالح المشهورة في التسريب الشهير مع محمد القيادي الحوثي محمد البخيتي عندما بعد دخولهم إلى صنعاء في التسريب الشهير عندما تحدث بنصيحته المشهورة مش تحاربي وترقدي، أمس يدعو أنصاره للنوم مبكرين الساعة الثامنة مساء، ويبدو أن الحوثيين لن يناموا مبكرا إلا بعد القضاء على صالح. نعم، كان تصريح مع أبو راس تقريبا. طيب أستاذ راجح، كان لصالح بابا مشرفا أمنته له المبادرة الخليجية، يعني هل نتوقع بابا آخر قد يفتح له؟ أنا شخصيا لا أعتقد أنه فرصة المبادرة الخليجية تكرر بعد كل هذه الدماء وبعد كل هذا الدمار الذي حل باليمن. الظروف التي وفرت يعني التي وجدت فيها المبادرة الخليجية وفكرة ما يسمى بالحصانة غير الظروف اليوم. ما تمر به اليمن اليوم هي حرب طاحنة أكلت الأخضر واليابس. أعتقد لا يوجد بيت إلا وفيه شهيد وفيه جريح، لا توجد منطقة إلا وفيها دمار، تختلف درجات الدمار من منطقة إلى أخرى. لا أعتقد أنه من المنطقي الحديث عن فرصة أخرى. لا أعتقد أن هذا أصبح نوع من المعقول أو من المقبول لدى اليمنيين. ما حدث في اليمن شيء فظيع. أنا أتكلم عن حرب الآن 3 سنوات، يعني حرب قامت بها ميليشيات همجية. كم من البيوت فجرت، كم من الأسر يتمت، كم الميليشيات هذه نستطيع أن نسميها دمار شامل، يعني عبثت عاثت في الأرض فسادا. ولا أعتقد أنه من المعقول، وكان الغطاء لهذه الميليشيات طيلة الحرب كان الغطاء هو تحالفها مع صالح. لو لم يكن هناك تحالف بين الميليشيات وصالح ربما لم يكن هذا الغطاء الشعبي الذي وفره هذا التحالف مع صالح. فصالح متورط يعني عميق وكبير جدا في تحالفه مع الحوثيين، ولا أعتقد أنه هناك من يستصيغ أو يفكر أو يقبل حتى مجرد النقاش بفكرة مخرج جديد كما وفرته المبادرة الخليجية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني لو تحدثنا عن تفسير أو محاولة لتفسير شخصية صالح، يعني وهي طبعا شيء صعب، لكن الشخص الذي سلم الدولة لميليشيا بينما يرفض تسليم هذه الدولة لسلطة انتقالية منتخبة بشكل توافقي، ما السر؟ يعني هل وصل الحقد إلى هذه المرحلة التي تجعله ينتقم ويسلم بلد بأكمله؟ شخصية صالح باعتقادي كان هناك تقرير قبل سنوات صادر عن صحيفة ديلي
وول ستريت جورنال تقريبا الأمريكية، كان هذا التقرير عبارة عن أشبه بتحليل نفسي لشخصية الرئيس علي عبد الله صالح حينها، لصحفي زار صنعاء والتقى به أيضا وتحدث في تقريبا في 2011 كان هذا التقرير، تحدث حينها ذلك التقرير عن طريقة عن نفسية صالح ورؤيته للناس من حوله ورؤيته لنفسه أيضا، وقال ذلك التقرير بالحرف، لا زلت أذكر عبارة في ذلك التقرير قال لنا شخصية موهومة، أنه يعيش على وهم أنه الأذكى والأقدر على إدارة المشهد منفردا أو الأقدر على إدارة كل التناقضات بلحظة واحدة. وهذه نقطة يعني بقدر ما يراها علي عبد الله صالح في نفسه أنها نقطة قوة، هي في الأساس في السياسة هي نقطة ضعف، أنه الاستكفاء أو رؤية الذات أنك قادر على أن تحيط بكل تفاصيل المشهد وتديره بهذه العبقرية هو نوع من الانفخاخ التي تصنع أمامك، وبالتالي كان هذه الانفجار الكبير. لكن هذا يعني ربما لم يصدق صالح لوحده، يعني صدقه كثير من الناس الذين ما زالوا يعني يراهنون أنه فعلا هو الأقدر وأنه هو الحل بيده. الذين لا زالوا يراهنون على صالح، أنا باعتقادي أنه بات من المبكر اليوم القول لهم أنه لم يعد يعني من كان، لا أريد أن أستدعي مقولة تاريخية شهيرة في التراث الإسلامي، من كان يعبد صالح فإن صالح انتهى، ومن كان يعبد الجمهورية واليمن فإن الجمهورية واليمن حية لا تموت. هذه الحقيقة التي يجب أن يؤمن بها من يعبد هذا الصنم، يعني لأنهم يعني ما ليس لهذه الشخصيات وهذه الشخصية بالذات من مناقب ممكن أن تذكر وتكون يعني علامة بارزة أو محمدة يمكن أن يتعلق بها الناس. يعني هذا الرجل دمر اليمن، دمر الوحدة، دمر الجمهورية، دمر الثورات، دمر ثورة سبتمبر وأكتوبر، ودمر وحدة 22 مايو، ودمر واحدة من أعظم الثورات السلمية في تاريخ العالم العربي 11 فبراير، هذه الثورة العظيمة التي تسامحت مع هذا المسخ وأعطته أمانا وأعطته حصانة وأعطته حرية في أن يبقى ويعيش بكرامته، لكنه أبى إلا أن يتحول إلى مسخ، وفي الأخير على أكتاف هذا المسخ عادت الإمامة التي قاتها لها اليمنيون أكثر من 1000 عام، نضال 1000 عام ضحى به هذا المسخ في لحظة حقد غبية وماكرة مما أدى إلى هذا الدمار كله. أنا باعتقادي ستكون نهاية هذا الرجل نهاية مخزية وشنيعة على نتاج لمثل هذه النفس الحقيرة التي والنفسية والسيكولوجية التي تحكم هذه الشخصية الحاقدة والتي أدت إلى كل هذا الدمار لليوم الذي أحل باليمن. نعم، أيضا هناك يعني من يتساءل عن فكرة تكريس محو المعالم الجمهورية بين حكم صالح، والآن يظهر خاضع ذليل لشعارات المسيرة الحوثية، كيف تفسرها؟ بطبيعة الحال هو الرجل لا ينفع، حينما نقول أن هذا الرجل ذكي هو لا ينفع على أنه ذكي، هو يفهم الوضعية التي هو فيها الآن، أصبح مسلم بمصيره. أنا كما قلت إنه المقابلة الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، يعني وقطعت الشك باليقين أن هذا الرجل انتهى، أن هذه المقابلة التي تم تسجيلها ومكيجتها ومونتاجها بأكثر من وسيلة إنتاج، بحيث تم تشذيبها كل هذا التشذيب لتخرج بذلك الخطاب الاستسلامي المهين والذي لم يكن ينقصه سوى أن يعلن في نهاية هذه المقابلة البيعة ومبايعة عبد الملك الحوثي فقط، هذا ما كان ينقص هذه المقابلة، لكن كلها كانت تشير بهذا السياق أنه الرجل خاضع مستسلم وأنكر حقائق واضحة بالضرورة، ناقلت نفس خطاب علي عبد الله صالح الذي يلقاه في 22 أغسطس الماضي، تناقض عجيب يعني ولحظة زمنية يعني الرجل لازال هذه الشخصية الموهومة، يعني لازال يدرك أو يعني لم يعد يدرك أنه لم يعد قادر على أن يخلق النقيض ويعمل به، لأنه لم يعد بمقدوره اليوم. هناك يعني امتداد جماهيري، شبكة التواصل الاجتماعية لم تعد تحتكر الحقيقة في التلفاز الذي كان الناس يقدسونه قديما ويدعونه مصدرا وحيدا للمعرفة والفهم، اليوم وسائل التواصل الاجتماعي، أن أبسط ناشط في وسائل التواصل الاجتماعي يمثل قناة فضائية الحالة يرد على علي عبد الله صالح، الرد الذي أتى من قبل ناشطين وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف مستوياتهم الفكرية والثقافية والسياسية كان ردا واضحا وصارما، انه يعني هذا الرجل انتهى، لم يعد بمقدوره شيء. هذه القناعه التي ترسخت لدى هذا الجمهور العريض من الناس هي حقيقه تنبئ بانه رجل انتهى،
وأعلن البيعة، ولكن بطريقته هو الذي اختارها. وفي حقيقة الأمر أيضا علي عبد الله صالح أراد أن يلعب على آخر أوراقه وورقة أن يكون حليفا لإحدى دول التحالف العربي، أو بمعنى آخر أن يبحث عن مخرج. لكن باعتقادنا مسرحية 24 أغسطس وفشلها الفشل الذريع أسقطت آخر المراهنات لدى بعض هذه الأطراف، وأنه اليوم أيضا حينما فشل في إيجاد شيء، وأيضا حتى أعلن جماعة الحوثي على أن هناك كان تخطيط ما لإحداث حدث ما يوم 24 أغسطس، ومن ضمن هذه التخطيطات أنه تم استخدام مسلحين وقناصة وكذا إلى صنعاء، ولم يخرجوا من صنعاء بعد ذلك، مما أدى إلى استدعاء كل قواتهم إلى صنعاء ومحاصرة حتى سكنه الشخصي. هذه كل هذه الأحداث التي حدثت هي تنبئ أن الرجل فقد آخر ما لديه من أوراق، وأنه لم يعد، وأن الرهان عليه حماقة كبيرة من التحالف العربي أو من أحد أطراف التحالف العربي. هذا الرجل انتهى، وبالتالي حتى أيضا بالمناسبة يعني سكاي نيوز هي محسوبة على الطرف الذي كان يراهن على علي عبد الله صالح في بعده بأيام، يعني انساقت مع التسريبات التي تحدثت عن قرار اعتقال الحوثي لعلي عبد الله صالح ونقله إلى صنعاء. المشهد أنا باعتقادي أنه أصبح أكثر وضوح وكراكتارية أكثر، يعني نعم، يعني حتى في مفتتح صحيفة البيان اليوم ذكرت هذا الأمر الإماراتية أن صالح أصبح تابعا للحوثي، وهذا يعني هو ما أراد أن يظهره. علي البخيتي المتحدث الرسمي باسم علي عبد الله صالح يتحدث ويقول أنه علي عبد الله صالح أصبح اعذروه ما يقول، أمس علق على هذه المقابلة قال اعذروه فالرجل تحت الإقامة الجبرية ولا يستطيع أن يقول غير ما. نعم، إذن نستكمل حوارنا أستاذ نبيل أنت وأستاذ المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني تحدث صالح يعني وقال يعني نعم للسلام ولكن ليس للاستسلام، عليهم أن يوقفوا عدوانهم حد قوله، ونحن يعني سنقعد على طاولة الحوار. يعني هناك رفض معلن للحلول السياسية، يعني هم من يفترض أن يقولوا بأننا سنسلم الدولة حتى يستطيع الآخر التفاهم معهم. ما هي النهاية المتوقعة برأيك للتحالف الحوثي العفاشي؟ أنا باعتقادي النهاية الحقيقية هي رسمت من هذه اللحظة مرسومة واضحة، أنه أصبح صالح تابع لجماعة الحوثي بكل ما تعمل الكلمة معنا، وبالتالي أنا باعتقادي المشهد المتوقع أنه ايضا لا ننسى ايضا انه في حقيقه الامر انه ايضا جماعه الحوثي ليست من الحماقه بمكان ان تذهب وتصفي علي عبد الله صالح. يعني علي عبد الله صالح مثلهم غطاء كبير في مناطق خارج مناطق نفوذهم المذهبي، يعني مثل حديده، تعزئب، المناطق هذه المناطق التي يعني لا يمكن ان تغامر جماعه الحوثي دون وجود الغطاء المؤتمري في هذه المناطق. وبالتالي الذهاب الى تصفيه علي عبد الله صالح او الدخول معه في مصادمه هو سيسحب هذا الغطاء مما يسمى بأنصار المؤتمر الشعبي العام، وستتضح المعركة بشكل أكبر في هذه المناطق وفي غيرها، أنه سيعود الصدام صدام واضح. أيضا حتى في المناطق المحسوبة على المذهب الزيدي هناك يعني شخصيات كبيرة اجتماعية ورافضة لفكرة الإمامة، رافضة لجماعة الحوثي، لكن هي الآن أيضا مخدرة بوجود علي عبد الله صالح. طيب ولكن يعني كيف يمكن أن تحافظ على هذه الـ يعني هذه الغطاءات في بعض المحافظات؟ ويعني وهناك انقسام واضح، هناك تصفية لبعض القيادات المقربة من صالح، هناك تضييق واضح عليه. هو الجاري الآن إنه كل الشخصيات التي يشعرون أنها قوية ومؤثرة ولا يمكن أن تخضع وهي تم تصفيتها ومضايقتها، وكثير منهم أيضا حاول أن يصمد في المرحلة السابقة، وفي بعض منهم أيضا حاول أن ينتقل من هذه المناطق، لكن في حقيقة الأمر أيضا كما قلت أنهم لن يتورطوا، وهم يدركون حقيقة أنه علي عبد الله صالح لازال ورقة مهمة في يدهم، ويمثل لهم أيضا غطاء استراتيجي الكثير من القضايا الشائكة في بعض المناطق التي قائم فيها الصراع الآن كالبيضة وتعز تحديدا. وبالتالي هل تدرك هذا التعقل السياسي جماعة الحوثي؟ إذا لم يدرك الحوثيون، أنا أعتقد أنه هناك اشتغال كبير على مستوى عالي، يعني الإيرانيون موجودين في الخط وهم الذين يدرون المشهد الاستراتيجي للجماعة. يعني الجماعة أيضا هي منقسمة، فيها أجنحة وفيها أجنحة متطرفة فيها سياسيا، وهي الأجنحة التي مثلها مثلا أحمد الحوثي وغيره، فيها أجنحة متعقلة أيضا يعني كالذي
تدار من قبل محمد عبد السلام وغيره. هذه الأجنحة تحاول أن تبقي الحفاظ وتحافظ على صالح واستخدامه في هذه المرحلة يعني. واستخدام غطائه وثقله الاجتماعي وثقله السياسي. لكن هناك من يقول بأن يعني الجماعة التي ذهبت لتصنع مناورات بالرشاشات على الحدود وتعلن أنها ستقتحم مكة قد لا يردعها شيء يعني، هي ليست بذلك الثقل السياسي الذي أنا كما قلت أنا وأكرر دائما أنه هناك خبراء إيرانيين ولبنانيين أيضا تابعين لحزب الله هم الذين يديرون المشهد السياسي. عبد الملك الحوثي أشبه بمختطف في مكتب يدار من قبل هؤلاء الخبراء الإيرانيين واللبنانيين، هم الذين يرسمون السياسات، وكان مصلحتهم في تلك المرحلة حينما أعلنوا بكل سرور وبكل وضوح أن صنعاء رابع عاصمة عربية تسقط، فكانت الرسالة التالية هي أنهم طوقوا المملكة العربية السعودية، فذهبوا للمناورة بتلك الصورة الغبية والحمقاء يعني. وبالتالي هذا الذي حصل يعني، إيران بالأخير لا يعنيها الحرب التي شنت والدمار الذي حدث، بالأخير هذه الحرب خارج مناطقها. نعم، ولكن يعني ما مدى معرفة هؤلاء الخبراء بطبيعة اليمن، بجغرافيتها، بخلافاتها السياسية وتنوعها؟ يعني هل يمكن أن يستوعبوا ما يحصل في اليمن من دقائق أمور، من تفاصيل معينة؟ بطبيعة الحال هم ليسوا بتلك الدقة والاختصاص أو بحيث أنهم يعرفون كل متغيرات المشهد وتعقيداته، بالأخير هم يعني ينفذون سياسات ويقررون سياسات وفق التوجه الإيراني، ما تريده إيران يكون ويمضي، وهذا الحاصل في المشهد السياسي اليمني يعني. إيران حاضرة وتدير السياسة في اليمن بشكل كبير، وهي أيضا التي تدير العلاقة القائمة الآن بين جماعة الحوثي وجماعة علي عبد الله صالح يعني، لازالت هي اللي ترسم هذا المشهد. وبالتالي أيضا حتى يعني احتفائية 24 أغسطس الماضي هذه تمت بتدخل مباشر من حسن نصر الله، وأوقفت الجناح الذي كان يريد أن يمنع هذه الفعالية من جماعة الحوثي. إذن تنضم معنا الأستاذة نادية عبد الله، عضو الحوار الوطني الشامل، عبر الهاتف من إسطنبول. مساء الخير أستاذة نادية. مساء النور، أهلا بك أستاذة نادية. يعني ما تفسيرك للغة التهدئة التي اتبعها المخلوع في خطابه الأخير مع ميليشيات الحوثي ورميه بكل الخلافات الواضحة بينهم إلى ناشطين وناشطي الفيسبوك وأيضا إعلاميين؟ أعتقد أن علي صالح في هذه الفترة أنه بيمر بأضعف مراحله. فعلي صالح هو من أدخل الحوثي إلى صنعاء على ظهر الدبابة، هو من تحالف على الحوثي، من تحالف مع الحوثي وأدخله إلى وسط صنعاء وسلم له مؤسسات الدولة، معسكرات الدولة، المعسكرات اللي بناها أكثر من 33 سنة. فبعد أن سلم كل أسلحته للجماعة الحوثي، لا أعتقد أن صالح أصبح لديها اليوم قوة، بالعكس تهدئة هذه تدل على الضعف وتدل على عدم قدرته على عمل شيء. الغريب أن البعض يظن أنه لا زال صالح يخبئ أوراق أو أنه يعمل هذه التهدئة من أجل هناك يخبئ شيئا ما للحوثي. لا أعتقد أنه سيستطيع عمل شيء، بالذات داخل المناطق المسيطرة عليها الحوثي سيطرة تامة مثل صعدة، عمران، صنعاء، دمار. قد يتمكن عبد الصالح عن طريق بعض أنصاره في إيب مثلا أو الحديدة من عمل شيء، لكن لا أتوقع ذلك. نعم، لكن هناك من يقول أستاذة نادية أنكم كشباب ثورة من ساهمتم بإدخال الحوثي إلى صنعاء وليس صالح؟ لو عدنا بالزمن إلى 2011 نحن من أدخلنا الحوثي إلى صنعاء أدخلناه سلميا، نحن أجبرنا الحوثي على وضع صلاح في صعدة وأجبرناه على التظاهر السلمي، نحن من أعطيناه دروس في كيف مطالبة بحقوقه بشكل سلمي. أدخلنا الحوثي إلى صنعاء لكن بلا أسلحة، أدخلناه إلى ساحة التغيير وأجبرناه أن يقيم مخيمات وأن يتظاهر معنا سلميا بعد أن كان متعود لأكثر من 6 حروب لا يتفاوض أو يخاطب إلا عن طريق السلاح. أما علي صالح فقد أدخل الحوثي إلى صنعاء على ظهر الدبابة على بمساعدة الحرس الجمهوري الذي بناه لأكثر من 33 سنة، بنى حرس من أجل أن ينتبت حكمه على السلطة، ولكن في النهاية سلم هذا الحرس المناطقي الجهوي إلى يد الحوثي. نعم. فنحن كشباب ثورة لم ندخله على ظهر الدبابة، وإنما أدخلناه سلميا وأجبرناه أن يتظاهر وأن يتعلم العمل السياسي، بل بالعكس كنا نضغط على الحوثي من أجل أن يتحول إلى حزب سياسي ويضع سلاحه. نعم. اشترطنا شروط على أن لا يتم دخوله الحوار إلا بعد أن يضع سلاحه وأن تبسط الدولة سيطرتها على جميع أنحاء اليمن بما فيهم صعدة، لكن للأسف علي عبد الصالح اليوم سيذوق مثل ما يقول نهاية، مثل ما يقول المثل اليمني، نهاية المحنش للحنش، فتكون نهاية علي عبد الصالح على يد
من صنع هذه الافاعي على احدى يد احدى تلك الافاعي التي صنعها. نعم. اذا استاذه ناديه، يعني انتم في مؤتمر الحوار اتفقتم مع الكثير من النقاط التي كان يؤمل بها للخروج من البلد من شبح الحرب، ولكن صالح وميليشيا الحوثي انقلبوا عليها وعلى مخرجاتها. هل تتوقعي ان هذه المخرجات ما زالت صالحه حتى الان لتنفيذها؟ طبعا لو عدنا لأيام الحوار الوطني، قبل الحوار الوطني كان هناك شروط أساسية أن يضع الحوثي سلاحي قبل دخول الحوار الوطني، لكن للأسف هذا خطأ كبير ارتكبته الحكومة وارتكبته الأحزاب، أنها سمحت الجماعة المسلحة أن تشارك في الحوار. كان يجب أولا أن يتم الضغط عليها لترك سلاحها، وهذا أكبر خطأ. النقطة الثانية، في الحوار الوطني حاول علي صالح أو جناح صالح وحاول الحوثي وحاولت بعض القوى الأخرى التي لديها مشاريع مناطقية جهوية طائفية عرقلة الحوار وإفشاله، لأن تعلم جيدا أنه إذا نجح الحوار تلك النتائج التي سيخرج بها الحوار لن تكون لصالح مشاريعها الضيقة. فحاولوا مرارا وتكرارا طيلة فترة الحوار، لذلك امتدت فترة الحوار لما يقرب السنة رغم كان مدتها أقل من سنة بكثير. فحاولوا إفشال الحوار، لكن عندما خرجت تلك النتائج بدولة اتحادية، خرجت بدولة لا مركزية، تلك هذه النتائج بالتأكيد لم تكن لصالح تلك المشاريع الضيقة، خاصة المشاريع المناطقية الجهوية الطائفية، المشاريع التي بنيت على أساس أن تظل الدولة مركزية ويظل الفساد وعدم توزيع السلطة والثروة على جميع أبناء اليمن. فكان لا يوجد أمامها حل سوى الانقلاب على هذا الحوار والدخول في مرحلة الحرب، كانت آخر أوراقها هو الانقلاب بشكل عسكري على هذه المخرجات. أعتقد هذه المخرجات هي مشروعنا اليوم، هي مشروع الشرعية ومشروع المناضلين في جميع الجبهات، أن يتم بناء اليمن الاتحادي وتطبيق هذه الأقاليم، لأنه لا سبيل لدينا وأن أن ننفذ مخرجات الحوار الوطني وأن تعود الدولة. نعم. إذن شكرا جزيلا لك نادي عبد الله، عضو الحوار الوطني الشامل، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني ربما يعني هناك من يحاول أن يقدم مقابلة صالح يوم أمس على أنها ضد المشروع الحوثي وأنها تأتي ضمن التصعيد الذكي، هل يمكن أن تقرأ بهذا الشكل؟ هي وجهة نظرهم بالتأكيد، ولا يمكن مصادرة لأي طرف أو لأي جهة وجهة نظرها، لكن في الأخير أنا باعتقادي أن كل المؤشرات التي يمكن أن تقال أو قيلت أو خلال السياق العام يعني من خطاب 22 أغسطس الماضي حتى الآن، أنا باعتقادي أنه يعني بديهيات الأشياء والمسلمات التي أصبحت واضحة بكل هذه المؤشرات أن الرجل لم يعد قادر عسكريا على أن يواجه، وأنه سلم آخر ما لديه من الأوراق وخسر الرهان الذي كان يراهن عليه خلال هذه المرحلة من خلال تحشيد 24 أغسطس أيضا، ومن خلال وأيضا خسر بعض أطراف التحالف العربي الرهان على علي عبد الله صالح وعلى إمكانية أن يكون يعني عصا في دولاب الانقلاب في صنعاء. لكن للأسف كل هذا تبدد هذا الوهم، وأتت وأثبتت أيضا المقابلة الأخيرة أيضا، حتى للعلم أيضا حتى نفهم السياق أيضا إنه هذه المقابلة لماذا يعني هي أتت مقابلة ممنتجة ومسجلة جاهزة، لماذا مثلا لم يخرج كالمعتاد مثل تلك الفعاليات التي شهدناها خلال قبل 24 أغسطس وطوال الفترة الماضية كان يجمع حاشيته من أعضاء المؤتمر الشعبي العام ويلقي خطاباته المفضلة بتلك الطريقة البدائية المشهورة عنه، لكن هذه المرة اختار طريقة مختلفة وشكلا ومضمونا أيضا، مقابلة ممنتجة ومسجلة ويتم بثها بعد أيام من يعني إعادة تشطيبها وإخراجها ومنتجتها بهذا الشكل. هذا يؤكد دلالة قاطعة أن الرجل أعلن استسلامه الكبير والكامل وأعلن بيعته لجماعة الحوثي من خلال هذه المقابلة. نعم. هل نستطيع أن نقول بأن ميزان القوى العسكري وضحت صورته أو كفته الآن بين طبعاً حتى لا نظلم هذا السياق التاريخي أو لا نظلم هذه اللحظة ونعطيها حقها، صالح لو أراد عسكرياً أن يواجه جماعة الحوثي من خلال القوى المشيخية والاجتماعية الموجودة لديه ممكن أن يحل الفارق، لكن الرجل وصل إلى قناعة أنه أيضاً يعني أنه يعني أيضاً اللي يعني من خلال حتى تصريحاته وردي على مسألة المفسبكين ما المفسبكين ويعني كل هذه كانت عبارة عن هروب من حقيقة أو من مواجهة حقيقة أنه هناك دفع شعبي باتجاه مواجهة الحوثي. هذا الدفع الشعبي تم الإعلان عنه بصريح الحال والمقال بفعالية إحدى 24 أغسطس، يعني خرج الناس ليس حبا في صالح، هذه الجموع التي خرجت هي كرها في الحوثي
ورغبة بالانتقام ورغبة في إنهاء سلطة الأمر الواقع الحاكمة في صنعاء. لكن في حقيقة الأمر أن هذه الجماعة أو هذه المجموعة التي خرجت اتضحت أنها يعني أكلت وهما كبيرا وخابت كل آمالها العريضة التي علقتها على أي مواجهة مع جماعة الحوثي، وأنها مستعدة أن تقاتل في سبيل استعادة دولتها وجمهوريتها وتحت أي جناح كان، حتى تحت جناح صالح ممكن الناس أن تقاتل، لأنه بالأخير نحن أمام طوفان تاريخي، طوفان من الفقر والكوليرا والملاريا والمجاعة والخوف والإذلال وانتهان الكرامات، وبالتالي الناس ستقاتل تحت من يرفع سلاحه لمواجهة هذه الجماعة. لكن للأسف الذي حصل أنه يعني هذا الرجل تراجع يعني وخدع كل هذه الجماهير التي خرجت وعاد بعد حادثة، وخاصة أنه حادثة جولة المصباحية أعطته درسا بليغا، وأنها قادرة على أن تنال منه شخصيا، وبالتالي أيضا حتى مثلا على امتداد حرب الآن في عامها الثالث وعلى واشك يعني تمضي في عامها الثالث، ولم يصب بأذى أي من أفراد أسرة علي عبد الله صالح، لا من التحالف ولا من الشرعية ولا من الحراك ولا من أي طرف استطاع أن ينفذ إلى أقرب مقربي جماعة صالح، إلى أن أتى جماعة الحوثي واستطاعت أن تصيب أحد أبنائه وتصيب وتقتل يعني أحد أذرعه في هذه المرحلة وهو خالد الرضي، بدلالة واضحة على أن رأسه شخصيا أصبح تحت قبضة جماعة بعيدا. نعم. طيب يعني ألم يكن أمام المؤتمر وصالح أيضا فرصة تاريخية بحفظ وجوده في سلم الوطن أو سلم الوطن أيضا ليكون جزءا من الحل، يعني لما يرمي بفرصة تاريخية كهذا وكان سيظل معززا مكرما والرئيس السابق، ويعني كان يمكن أن يعطى مكانة تاريخية أيضا حتى وإن كان يعني في فترة حكمه الطويلة كان سيئا، ولكن على الأقل كان سيذكر له الناس هذه اللفتة وتسليمه للعلم، يعني تفاصيل بسيطة ربما كانت ستحضر في ذهن الناس كيف أنه سلم. أنا باعتقادي هذه أستطيع أن أقرأها قراءة خاصة، قد تكون وجهة نظر خاصة بي أنا، إنه من عدالة الله ومن عدالة التاريخ لم يمنح أن يمنح مثل هذه الفرصة، لأنه هذه الفرص العظيمة لا يمنحها إلا ناس عندهم حتى دعينا نتفق على 50% من الخير. هذا الرجل أحرق كل صفحته وكل الخير الذي ممكن أن يتمتع به، يعني أوغل في الحقد وأوغل في الدناءة في الانتقام، وبالتالي لن يمنحه التاريخ فرصة ليعبر أو ليستعيض أو ليقول حتى ربي يرجعون لعلي عملا صالحا. هذه النهاية تليق، النهاية العظيمة تليق بالعظماء، والنهاية التافهة والحقيرة تليق بأصحابها. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل بوكيري الكاتب والباحث، كنت معنا في حلقة المساء لهذه الليلة. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.